امبارح كان يوم من بعتبره بمثابة عيد للفن، يوم من أهم الأيام في تاريخ الفن. ليه؟ لأن الحقيقة أكاديمية الفنون عملت خطوة هي الأولى من نوعها. صحيح هي أدبية ومعنوية، لكن التأثيرات الأدبية والمعنوية كمان أهم من حاجات كتير. لما نلاقي عندنا بعض رموزنا الفنية بيعانوا من حالات صحية مختلفة، وبيعانوا كمان من حالة جحود كده في الوسط الفني يعني، وأحيانا في الأوساط المختلفة يعني، وفي التعامل مع رموزنا الفنية الذين قدموا لنا أهم الأعمال الفنية اللي أنت وأنت بتقلب على الشاشة كده بتعيش معاهم، وبتلاقي كمان أعمالا يعني أصبحت جزءا من وجداننا يعني. عن الفنانة الكبيرة مديحة يسري ربنا يديها الصحة، والفنانة الكبيرة نادية لطفي أيضا ربنا يشفيها ويديها الصحة. بقول لكم بالأمس كان من أهم الأيام اللي أنا بعتبرها بمثابة عيد حقيقي للفن. دكتوراه فخرية، يعني ربما البعض يقول لك إيه يعني، ما هي يعني لا تقدم ولا تؤخر. لا، هي القيمة في التأثير الأدبي والمعنوي. تشوف يعني مديحة يسري حتى هتشوفوا كلامها يعني بتقول يعني وكأنني ولدت من جديد، يعني تشعر إنه الناس تهتم بهم، خاصة يا جماعة يعني رموزنا الفنية اللي هم مش قيمة فنية بس، ده هتلاقيهم قيمة في الحديث، في الأناقة، في الجمال، في الذوق. ويعني ربما أهم نموذجين مديحة يسري ونادية لطفي، وبالتالي كان التكريم احتفاء بالفن. تعالوا نشوف أولا مديحة يسري وبعدها هنشوف نادية لطفي. خطوة لافتة وإنسانية تعكس كثير من الوفاء والتقدير والاحترام، منحت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس الدكتوراه الفخرية للفنانة الكبيرة مديحة يسري أمس، وسط حضور عدد كبير من الإعلاميين والأكاديميين والنجوم. أكاديمية الفنون الوحيدة في الوطن العربي التي تمنح الدكتورة الفخرية في الفنون، فكل ده حطيه مع بعض يطلع الحدث ده. لو كان ده جاي متأخر فهو جه وبدأ، يبقى نبص للجانب الإيجابي، يعني مش هنعاتب على الجانب السلبي اللي من سنين طويلة قبلنا بكتير، إنما إحنا بنتدارك ما فاتنا وبنقوم بما يجب علينا القيام به تجاه رموز البلد. لم أجد كلمات أقدر أقولها للشكر والتقدير السيدة الفاضلة رئيسة الأكاديمية بتاع الفنون دكتور أحلام يونس، وبعدين بشكر جميع الموجودين، بشكر معالي الوزير، ورفعت معنوياتي جدا جدا جدا، يعني بتهيألي هسيب الكرسي وأقوم أجري. مديحة يوسف دي ست الكل، دي ست عظيمة، ست يعني ادت السينما المصريه، ادتها كتير، ادتها من ناحيتين، ناحيه ان هي كانت منتجه وبتقدم افلام عظيمه ومحترمه، وهي شخصيه قدوه ومحترمه، نجمه عشق يعني بعشقها وبقولها الف مبروك. لما دي حيوسي ربنا يديها الصحه كمان ويعني ويشفيها ويعافيها وتفضل كده جميله، وبتقول دي بتقعد تقول لنا شعر وربنا يديها الصحه، جميله ولها ذكريات وحكاوي جميله جدا. انسانه رائعه، هانم هانم من هوانم السينما المصريه. مديحه يسري ده تاريخ للسينما المصريه، يعني ست بدات من مع عبد الوهاب وغنى لها بلاش تبوسني في عينيا. البوسه في العين بتفرق. Thank you.
بلاش تبوسني في عينيا دي البوسه في العيد تفرح يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق. وست مثلت مع جميع نجوم مصر وست انتجت احلى الافلام وليه احسان واليوسف السباعي واليوسف ادريس انتجت عدد كبير جدا من الافلام. ست يعني فخر لأي سينمائي احنا بنقول لها ماما مديحة. دي حبيبتي دي حبيبة قلبي دي على طول ما اقدرش يوم ما اسمعش صوتها يعني لو التليفون حتى رن وما ردتش اقلق تروح هي طلباني على طول. هي جميلة قوي يعني ساعات لما بتأخر عليها اللي هي بتطلبني تقول لي ايه انا قلقانة عليكي انت كويسة اقول لها انت اللي قلقانة عليا انت اللي كويسه مش انا اللي كويس. تقول لي لا انا قلقانه عليك يا حبيبتي. مدام مديحه يسري سمراء السينما العربيه وسمراء النيل واجمل ابتسامه في العالم. بقول لها الف مبروك، انت اديتي اجيال واجيال كتير، اديتي للسينما بفنك وادائك الرائع. حب الناس انت شايفاه يعني حب كبير كبير كبير، وأنا بحبهم أكتر ما هم بيحبوني، وبحب مصر وشعب مصر أكتر ما هو بيحبني. وبعدين أنا زي ما قلت كتير إن أنا حاسة إن أنا اتولدت من جديد.